احنا عموما بنستخدم مايكروسوفت تيمز تقريبا في كل انواع التواصل، سواء في الاجتماعات الداخليه او مجالس الادارات او حتى مع العملاء، علشان نناقش طلباتهم لشراء عربيات جديده او حتى الرد على استفسارات. النهارده تقريبا وصلنا لاكثر من 2000 اجتماع اونلاين في الاسبوع بيتموا على تيمز، وكمان الوضع الحالي ما منعناش ان احنا نستمر في خطط تدريب الموظفين، وده لاننا اعتمدنا على مايكروسوفت تيمز في عمل كل الحصص التدريبيه اونلاين. الاجتماعات اللي تمت على تيمز وتوفيرها لوقت كبير قوي خلانا نقرر ان احنا من بعد مرور الازمه دي ان شاء الله ورجوع الموظفين للشغل هنستمر في استخدام تيمز كوسيله تواصل اساسيه سواء داخليا او خارجيا مع العملاء. يعني ببساطه مايكروسوفت تيمز ساعدنا نقدر نعمل شغلنا الطبيعي بنفس الكفاءه ومن اي مكان.